un gâteau. Et là, lacté caramel. Là, biscuit. Et là, c'est 5 grammes de sanida. 10 grammes de prêt. 75 grammes de boudin culotte. 20 grammes de boudin de cacao. Avant le vétat. 35 grammes de fumitine. كنخلطوا النواشي في واخا لالا سميرة نعاودوا المقادير الا سمحتي باش المستمعات يسجلوا معنا هاد الاقتراحات ويطبقوهم ان شاء الله. ان شاء الله. يلا تفضلي. عندنا بيسكوي شوكولا عندنا فيه 135 غرام سنيدة 100 غرام دقيق 75 غرام بودرة اللوز 20 غرام بودرة الكاكاو 4 البيضات 35 غرام ديال الفويتين. كنطلعوا البيض مع سنيدة في الحجم ومن بعد تنزيد النواشف شويه بشويه وكنديرو في واحد الاطار اللي غيطيب فيه لان هو فاش غادي نمطيو هاد لاكتي كاراميل وندخلو عندو فوق. ندوزو دابا لاكاناش. لاكاناش عندنا فيها 400 غرام ديال الشكلاط اسود يعني تكون فيه 50 غرام ديال الكاكاو ولا 75 عندنا 400 غرام ديال لاكريم فريش 150 غرام ديال الزبدة. لاكريم فريش كنسخنوها مزيان تدوبها الغلية كنطفو عليها ونديرو ديك الشوكولا نبدا نحركو مزيان تيدوب ونديرو ديك الزبدة باش تعطينا لا بغيونس. عندنا دابا البيسكوي ديالنا طاب كاين في الإطار كنديرو عليه هاد لاكاناش وندخلو الكونجيلاتور ديما وكنوجدو واحد لاموسخا. عندنا لاموس لاكتي فيها كريم كراميل لي هو فيه 90 غرام ديال الجليكوز 180 غرام سنيدة 260 غرام ديال كريم فريش 70 غرام ديال الزبدة وشوية ديال الملح إلا بغيت إلا سنة نعاود الكريم. إيه واخا. عندنا كريم كراميل فيه 90 غرام ديال الجليكوز 180 غرام سنيدة 260 غرام ديال كريم فريش 70 غرام ديال الزبدة وشوية ديال الملح. كناخذوا السنيدة هي والجليكوز تديهم فوق العافية تتحرق لنا ديك الكراميل. من بعد كناخذوا لا كريم فريش كتكون فيا ديجا غليانة شتي لدنا هاد هكدا غادي تحجر لنا ديك سنيدة دونك خصنا يكون الكراميل طخون ولا كريم فريش هي سخونة. كنخلطو كلشي حتى كيدوب وكنزيدو ديما ديك الزبدة بوغ لا فغيونس وشوية ديال الملح. عندنا لاموس لاكتي عندنا كريم فريش شوكولا بالحليب شوكولا بالحليب ولا كريم كراميل. عندنا بالنسبه لكريم فريش فيها كيلو 300 والشوكولاط بالحليب 46 غرام ولا كريم كراميل كنعبروها من داك الخليط اللي وجدنا ديال لاكريم كراميل. الخليط اللي عندنا كناخذو منه 320 غرام ديال الكراميل ديجا كنصفيوها الا تكون فيها شي حبيبات ولا شي حاجه كنحطوها ابار. كندوبو الشوكولاط حتى هو في حمام مايم كنطلعو لاكريم فريش وكنخلطو كلشي شويه بشويه وكنزيدوها على ديك الكاناش اللي غنخرجو من الكونجيلاتور. كندوزو الكلاصاج. الكلاصاج عندنا فيه 300 غرام ديال لاكريم فريش 100 غرام ديال الماء 250 غرام سنيدة 4 دراق جيلاتين ومعلقة د الناطاج. كنديرو لاكريم فريش فوق العافية مع الماء مع السنيدة مع الناطاج حتى كتغلى مزيان. ديجا كنكونو فزقنا وراق الجيلاتين كنعصروهم كيدفى لينا الخليط وكنحركو مزيان وكنزيدو على ديك الخليط اللي عندنا في الخليط اللي عندنا الطبقة الأخيرة وانت تجي تبارك الله زوينة وديكوراسيون انت اللي بغيتي بغيتي تحرقي الكراميل وديري خيوطة يجيك بحال الشبكة بغيتي ديري الشوكولا اكيد لانه غتجي لذيذه بزاف لانه فيها بزاف ديال يعني فعلا يعطيك الصحه.